الصورة اللي معانا النهاردة صورة عمل طبعا ضجة كبيرة قوي، وهي صفقة الأهلي الجديدة واللي أعلن عنها امبارح أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، وهي انضمام أحمد قندوسي لاعب نادي وفاق الصيف الجزائري للقلعة الحمراء لمدة 4 سنين ونص. عشان الخبر ده يفاجئ الأهلي، يفاجئ كل الجماهير والأهلي كمان وكل الناس اللي شككوا في مجلس إدارة الأهلي وقالوا إنهم مش هيعملوا أي صفقات تانية، ويخرجوا لهم بصفقة قوية جدا ولعيب مهم وواحد من نجوم المنتخب الجزائري للمحليين، واللي عشان كده الأهلي قرر إنه يسيبه للمشاركة في منتخب بلاده تقديرا لناديه وفاق سطيف والجماهير الجزائرية الشقيقة زي ما أعلن. الحقيقه انه اللي انت بتتكلمي عنه ده هو واحده من اللقطات الشيك اللي الاهلي بيعملها دايما مع اللعيبه. خلينا نقول انه اللاعب كمان واضح انه مبسوط جدا بانتقاله للنادي الاهلي، نادي القرن في افريقيا، وقال انه اللعب للاهلي كانت رغبته الاولى رغم العروض اللي راحت له من مصر وبره مصر. وهنا بنتكلم عن انه اللاعب هو اللي بيختار يلعب فين، فهو الراجل مختار الاهلي وشاري الاهلي وعايز الاهلي. خلينا نقول ان قندوسي لعيب عنده 23 سنه، لعيب جوكر بيلعب في مركز 8، مركزه الاصلي لاعب وسط مهاجم وبيجيد اللعب في مركز 6. كمان هو كان واخد احسن لاعب وسط في دوري ابطال افريقيا اخر موسمين، وعنده قدرات كبيره في التوغل والانطلاق بالكره والتمريرات الطوليه، عنده بصراحه رهيبه. ده غير انه هداف الدوري الجزائري ب8 اهداف. وعايز اقول ان خط وسط الاهلي دلوقتي بقى خط يعني في ايه حقيقي. قنابل اليو ديانج، سلية، حمدي فتحي، مروان عطيه، قندوسي، 5 لعيبه سوبر، يعني ربنا بس يحميهم من الاصابات.